السلام عليكم. البارح كنت عند الطبيب ودرت الراديو، والطبيب لقاك في قلبي وقال لي يا بلي الا حيتك منه غادي نموت. هذا الميساج صيفطيه لكاع الناس اللي عزيزة عليك، الناس اللي ما بغيتيش تخسريهم في 2017. كوني صريحة وصيفطيه للناس اللي رسمات البسمة على وجهك هذا العام، وحتى انا الا كنت واحد منهم صيفطيه ليا يا العزيزة.